الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن قصة أصحاب الرس، وسنتكلم عن باب ذكر أمم أهلكوا بعمه قبل أن تنزل التوراة، وذلك قبل نزول التوراة بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الآيات، كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث عوف ابن عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء أو من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة، ألم تر أن الله تعالى يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فدل على أن كل أمة أهلكت بعمه قبل موسى عليه السلام، فمنهم أصحاب الرس. قال الله تعالى في سورة الفرقان: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وقال الله تعالى في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج، لأن أولئك عند ابن أبي إسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام. وفيه نظر، قال الإمام ابن عباس رضي الله عنه: أصحاب الرس أهل القرية من قرى ثمود. وقد ذكر الحافظ ابن كثير إن أصحاب الرس كانوا بحضور، فبعث الله إليهم نبيا يقال له حنظلة، كانوا حنظلة ابن صفوان، فكذبوه وقاتلوه فصاروا عادين، فصار عاد ابن عوس ابن إرم ابن سام ابن نوح بولده من الرس، فنزل الأحقاف وأهلك الله أصحاب الرس وانتشروا في اليمن كلها، وفشى مع ذلك في الأرض كلها حتى نزل جيرون ابن سعد ابن عاد ابن عويس ابن إرم ابن سام ابن نوح دمشق، وبنى مدينتها وسماها جارون، وهي إرم ذات العماد وليس أعمدة الحجارة، في موضع أكثر منها بدمشق. فبعث الله هود ابن عبد الله ابن رباح ابن خالد ابن الحلود ابن عاد إلى عاد، يعني أولاد عاد بالأحقاف، فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل. فهذا يقتضي أن أصحاب الرس قبل عاد بظهور متطاولة. فالله تعالى أعلم. عن عكرمة ابن عباس قال: الرأس بئر بأندار بيجان. وقال الشوري: قال الرأس بئر رسوا فيه نبيهم أي دفنوه فيه. قال ابن جرير: قال عكرمة أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب يسين. وقال قدادة: فلج من قرى اليمامة. قلت: فإن كانوا أصحاب يسين كما زعمه عكرمة فقد أهلكوا بعمه. قال الله تعالى في قصتهم: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، وستأتي قصتهم بعد هؤلاء. وإن كان غيرهم وهو الظاهر فقد أهلكوا أيضا وتبرأوا على كل تقدير، فاني في ما ذكر ابن جرير. وقد ذكر أبو بكر محمد ابن الحسن النقاش
أن أصحاب الرس كانت لهم بئر ترويهم وتكفي أرضهم جميعا، وكان لهم ملك عادل حسن السيرة. فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما. فلما كان بعد أيام تصور لهم الشيطان في صورته وقال: إني لم أمت ولكن تغيبت عنكم حتى أرى صنيعكم. ففرحوا أشد الفرح وأمروا بضرب حجاب بينهم وبينه، وأخبروهم أنه لا يموت أبدا، فصدق به أكثرهم وفتنوا به وعبدوا. فبعث الله فيهم نبيا فأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب، ونهاهم عن عبادته وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال السهيلي: وكان يوحي إليه في النوم، وكان اسمه حنظلة ابن صفوان. يعني كان هذا النبي يوحي إليه في النوم، وكان اسمه حنظلة ابن صفوان، فعادوا عليه فقتلوه وألقوا به في البئر، فغار ماؤه وعطشوا بعد رميهم، ويبست أشجارهم وانقطعت ثمارهم وخربت ديارهم، وتبدل بعد الإنس بالوحش، وبعد الاجتماع بالفرقة، وهلكوا عن آخرهم. وسكن في مساكنهم الجن والوحوش، فلا يسمع ببقيهم إلا عزيف الجن وزئر الأسود وصوت الضباع. رواه ابن جرير. يعني هؤلاء قتلوا هذا النبي الطيب، كان اسمه حنظلة ابن الوليد، فقتلوه ورموا به في البئر. فبعد ذلك عاقبهم الله عز وجل أن جف ماء هذا البئر، وعطشوا جميعا، بل وخربت بيوتهم وسكنت بيوتهم ومكان قريتهم هذه الجن والوحوش والضباع. وفي حديث ابن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود، وذلك أن الله تعالى بعث نبيا أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود، يعني أهل القرية كلهم لم يؤمنوا إلا هذا العبد الأسود. ثم إن أهل القرية عادوا إلى النبي فحفروا له بئرا فألقوه فيه، ثم أطبقوا عليه بحجارة بحجر بأحجار. قال: فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره، ثم يأتي بحطبه فبايعه ويشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة ويعينه عليه ويدلو إليه طعاما وشرابا، ثم يرده كما كانت. قال: فكان كذلك ما شاء الله أن يكون. ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع، فجمع حطبه وحزمه وحزمته وفرغ منه، فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع ينام، فضرب الله على أذنه 7 سنين نائما. ثم إنه هاب فتماطى وتحول لشطه الآخر، فاضطجع فضرب الله على أذنه 7 سنين أخرى. ثم إنه هاب واحتمل حزمته ولا يحسب أنه نام إلا ساعة من النهار، فجاء إلى القرية فبايع حزمته، ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع. ثم إنه ذهب إلى الحفرة إلى موضعه الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده، وكان قد بدأ لقومه فيه بدأ فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل، فيقولون له: ما ندري، حتى قبض الله النبي عليه السلام وهاب الأسود من نومته بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة، فإنه حديث مرسل ومثله فيه نظر. يعني هذا الحديث مرسل وفيه نظر.
ثم قد رد ابن جرير نفسه وقال لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس المذكورون في القرآن الكريم، قال لأن الله أخبر عن أصحاب الرس أن أهلكهم وهؤلاء قد بدلهم فآمنوا بنبيهم، اللهم إلا أن يكونوا حدثت لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم والله أعلم. ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود وهو ضعيفا لما تقدم لما ذكر من قصة أصحاب الأخدود، حيث توعدوا بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا أو لم يذكروا هلاكهم، وقد صرح بهلاك أصحاب الرس، والله تعالى أعلم. وبإذن الله عز وجل هنا انتهت قصة أصحاب الرس، وبإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء سنتكلم في قصة جديدة من قصص أنبياء الله ورسل الله عليهم جميعا. الصلاة والسلام، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.